الحين والله طيح حظه طايح قالك طايح كلمه وطيت راسك لا ما حنيت اللي عليه عليه العقال العمام العمام والعقال وانحنيت اجي على فوقه النايحه النايحه كلمه وطيت راسك توطوك الرجال الرجال اللي عليهم متنصع اللايحه اللايحه القناعه والكرامه غناه وراس مال من ملكها ما نشد دم بقى رايح هذا وصل الطياني منو وصل الطياني زين هذا القصيده زينه تروح معنا تروح معنا ولا لا زل روح لاخوك الحين تكي زول مصلوط عيد مصلوط عيد واصل هذا شطر من حدا كان بين عتيبه وهذيل انا انا وقته في ابتدائي وانت ها والله اطلع 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 ما جاك مند ما جاك مند اطلع اطلع اسمع احلف احلف علينا تعال تعال يا بسة انت البسة يا بسة والله لا روح والله لا روح مفاجأة والله لا روح ابو مبارك ابو مبارك اضرب ابليس خلاص انا بطلع بطلع يا ابو شاي تكبر تكبر يا ابو شاي ابو شاي على الطلب ابو شاي ابو شاي على الطلب ابو شاي انا في وجه شاي يعني بروح تكبر ابو شاي ابو شاي تكبر بروح ابو شاي ابو شاي ابو شاي اسمع 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 ابو شاي ها حلو تك حلو حلو هذا مدخل على الحوار اللي بدور بيني وبينك هذا مدخل على الحوار اللي عشان مدخل على ايش؟ الحوار اللي بدور بيني وبينك اما هذا دقيقة هل صحيح ان ولدك دقيقة سعد؟ ها؟ هل صحيح ان ولدك اسمه سعد؟ سعد؟ نعم بناء عايش سميته سعد ما تزوج عشان عنده ولد انا اعطيك على المعلومات اللي وصلتني منها لا ما تزوج اسمع اسمع ايه نعم ايه الكلام الكلام اللي عليه ايه دقيقة 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 ابو سحاب ابو سحاب الكلام اللي عليه الكلام والله هم موظف ايرامكو نعم خريط انا ما اقول انا هذا كلام من رجال انه اخير منه بعد وهو واجد اللي اخير منه هو عارف يوم قال انا قلت انا اطقع عرجاني قد مر على الكرة الارضية شيل الليلة شيل الليلة شيل الليلة اسمع 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 ها فلذلك وتشوفني اطيب الموجودين وهذا انا اقلهم ولما اي بس لا تكذب انت تدري يا فيصل فيصل يا العرجه اخذوا العلم اليقينه واحمد اللي حطنا في ذا المكان اسمع. لا تصبنا بالعمايم معتزينه عوده عشر المعادي يا بالثمان والله انها قد خذينا واعتلينا مره الفارس وقدام العيان والله انها قد خذينا والله انها قد خذينا واعتلينا مره الفارس وقدام العيان والله انها قد غزينا ثم غزينا ثم سحبنا راس قوم للطمان ولا يلام نعم اسمع ولا يلام الدوسري اللي بتجح بين العباد اسمها لحاله يثقل وزن بطاقته تعال كل منكم قاعد يعطينا كل منكم يعطينا عنصريه انتم قبايلكم ونعم المشكله فيكم انتم هذه هذا البلاء انا نمد انكم ونعم بعد اسمع اقول اسمع احنا كفو كفو انا عند كفو نقول انا دوسري رافع الراس فرحنا ان الرفع نسالهم يا رب 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 انا جايبها جايبها انا جايبها انا جايبها انا كذاب جاوب لك دوسنسك فيها محمد الابيان تربع في قلبي والله ما شفته ما ادري ليه وش اسمه حلو احنا الى هنا اصحاب اتكلمت عن اول توجهت لأسباب سؤال محمد أسباب محمد العبيان اسمع بالنسبه لكل شيء مبارك اسباب اسباب محبتك لي بس انت انت ابو سحاب كل شيء محسوب ترى مسجل والله العظيم اني صادق من مكاسب البرنامج بس مكاسب البرنامج مالي شيء في قلبك يا ولما انت ثلث نص لك ونص له كمل وجهي فيه كمل كمل لا جاوب صح والله اني صادق مخي لا حبيبي شوف حلو شوف هو قال قد تربعت في قلبه حلو. ما قال في الثلث اسمع اسمع يعني تربعت في القلب كامل انت في الكبد هو بيجيني بيجيني انا في الكبد لا هو خذ القلب حال ولا ولا خذ القلب الله يوفقك اسمع الله يوفقك هو خذ قلبي وانت خذيت عقلي حلو حلو العقلك اعطيه من عاطفه حلو ما اسلم حلو بس العاطفه جميله هذا يا ابو عدود متى تخسر محمد العبيان من غير شر متى تخسر انا اللي احبه واقدره واعزه ما اخسره سؤال خليك كمل اكلمك عن جيب لي الصفات اللي شوف في صفات في الناس ما تخليك تتواصل بالحب محبتها بس لكن في شخص تحبه بالحيل
يمكن ادفع حاجه منك توجعك. شوف انا شخصي كشخصي وش دقيقه طبعا وش اللي انت خايف منه محمد العبيان يضرك؟ ما بضرني ان شاء الله انت ولا محمد العبيان ولا كل مره. خليني افهمك نقطه. الشخص اللي احبه واقدره وموت فيه لو يجي منه كذا صارت علي ثقب من طويق، والرجل اللي ما داني لو يجيني منه كبر طويق ما قامت عندي كبر كذا. فهمت كيف؟ الشيء اللي يجي من محب كذا تكبر بيه الدنيا. فهمت ولا لا؟ امورك يا رب السمبتي. بكره 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 على كلامك هذا بكره جماهيرك جمهورك يا فيصل عرجاني بكره اسلم عليهم وافتح لهم بث خاص فيهم بعد. يضرب وجهك على ان انت يا فيصل يتبع. يضرب وجهك يضرب وجهك. حتى لا حتى لا يسالوني لا قد ما يسالوني. طبعا البث الاول جماهيري اخي انا ما اقدر. البث الثاني قد ما يكلموني ما اقول محمد العبيان فيصل عرجاني. انا ما اقدر اجيب طاريك برا تدري ليش؟ ليش؟ عشان ما اسحب انظارهم يمي وانت اولى ان انظارهم تكون عليك في الشاشه. والله اني صادق والله اني طريف برا ولا داخل. تستاهل عيش الليله عيش الليله. ها اسلم شفت هذا اللي انا احبه لو يجيني كذا وان شاء الله. سلم طال عمرك. سلم 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 سلم. تداخل الماجستير والله الى الان اني احلها وابردها. ها احلها وابردها. طيب كيف تخليك ها بين وبين انت متفوق دراسيا حرام. انا متفوق في المرجله كلها خلي الدراسه. يا ويلنا ويلا كذا سحاب يا ولد. هذا جايين برنامج سحاب واقعي ولا جايين فنجال علوم رجال. اسلم اسلم اسلم. ها ابو سحاب الله يجعله بالكسر. ابو سحاب انا حاتيك وايد اللي صوبي رجالك ما تحرك. انا حاتيك انا حاتيك يا خساره. ها يا بنفوس قدر الشيء هذا اللي قاعد اكلمك. بسمعك والله فادي هرجي ورنسي هرجي. حط نص اصوات انا بكره رحله. ايه لازم نرقد بدري. ايه لان نقوم بدري. تمنى تصرف نعيش على ما نعيش. رتبت رتبت على اللي اتفقنا عليه. على اللي اتفقنا عليه رجع. بس في مشكله رجع. في مشكله واحده اللي هي اذا سمع شخص بعدين اعلمك فيه. حطيت اصبعك. اوكي تمت. ما سمع ما يصير. في واحد هو اساسا في واحد منا يا ثلاثه بيقعد. كيف بيقعد لين بعد العصر؟ عشان ايش؟ هو اللي بينكبنا. والله اني عارف انك بينكبنا. عرفت عرفت عرفت. عرفت؟ ايه ايه. فتكلمت معاه في الموضوع قلت انه ورانا شغل بنخلصها على ما نروح المطار. صح صح. والناس دوامات وزحمه و... صح. فاتمنى انك تقدر الشيء هذا وتخلينا نطلع من بدري. يعني انا لازم امر عشان اخذ جوالاتي بعد الظهر وجوالاتك واستراحه اخويا قروشه. نطلع بعد الظهر نصلي الظهر نودع الشباب الحلوين ونمشي. ودعنا ليش؟ نخلص اشغال بكره رحلتنا. والله عليكم مهمه صعبه. بس يومين صعبه. اسمع صعب اسمع صعب عليكم. فلذلك اتمنى تقدر. قال شوف انا ابو فارع علمهم. عرفت اللي يجي في الظهر؟ شوف اذا وافق انه يحط بديل لا ما في مشكله. ما وافق ما يصير. لا مصلح يا ابو البيان مصلح. وجهي وجهك ان شاء الله. وجه ابو عوض ما يرد ان شاء الله باذن الله. ولا ونحتاجنا في وجه فيصل سحبناه معنا. روح انا وجهي ما يسحب. ما اجي من طنخ راس ولا ما عاد يسحبني. تكمل الماجستير والله لا يجيك اقسم بالله. انا ماني بسحب. انا ما يسحب الا الشاه. تتكمل السير ولا ما تكمل؟ ما ادري ممكن. تكفى كمل يا فيصل. والله اقسم بالله انه لايق عليك تصير دكتور قسم بجلال الله. خلني اكمل. لا والله لا والله ما هو بدكتور. هو طعس ودوي ما اختلفنا. لا لا ما بعلى ذي طال عمرك. مو بعلى ذي طال عمرك رجل. انا اقيس لك على رجل متخرج من الجامعه مرتبه شرف. خال مرتبه شرف. اسمع اسمع الرجال انا اعرفه زين وانت تعرفه زين. انت ما تشجع محمد العبيان. انا لا انا اشجع بالعكس ابي الشيء اللي يزوده. حلو بس انه دكتور لا بعد الماستر. قول لي ليش؟ قول لي ليش؟ يا اخي ليش ما قلت لي ليش؟ 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 الرجال صح هذه الطبقه. يوم يسوي عمليه او شيء دكتور جامعه. دكتور جامعه. دكتوراه شهادة علمية. ياخذ دكتوراه. عيش عيش الليله. شيل الليله. انا احسب انه دكتور. يقول دكتور يلا يلا. يقول دكتور يسوي عمليه يجي واحد ياخذه. والله يا ابو مدعثني والله العظيم يجي واحد يبى يطلع عنك ولا شيء. والله اني اباك باذن الله. والله انا من اهدافي القادمه. ابو مدعث ابو مدعث تخيل مسوي عمليه ويجي واحد يضرك منك ماخر اكلال الرجال. لا لا المقص فيده اذبحه. وكان يسوي كذا. شوف كان يسوي كذا. الحين يسوي كذا طاق للرجال ميت. رايح 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 رايح
راح الله يشفيك. اسمع اسمع انا وياه كلنا نحتاج الشباب. اسمع انا ما عندي مشكله، انا فيصل داخليه فيصل يوم نطلع من برنامج انا وانت نبيع نشتري فلفل نشتغل مع الرجال. حلو 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 حل